دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما كل من تركيا وروسيا إلى تجاوز خلافهما الدبلوماسي بعد إسقاط الطائرة الروسية الأسبوع الماضي والتركيز على قتال تنظيم الدولة الإسلامية. قال أوباما بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامش أعمال قمة المناخ في باريس إن واشنطن تبحث عملا مشتركا بين روسيا وتركيا لخفض التوتر وإيجاد مخرج دبلوماسي لحل هذه القضية.